السلام عليكم اخوتي، جيت للسبيطار الصباح هذا بغيت ناخذ الدواء ديالي. سبيطار مخزاني قالوا لي ما كاينش الدواء، قالوا لي غتمشي تشد الدواء. ملي مشيت عند السيده باش تعطيني الدواء، دخلت عند الطبيب هو الاول اصلا، قال لي غنعطيك الورقه باش تمشي تاخذ الدواء. مشيت عند السيده باش ناخذ الدواء ديالي، قالت لي ما كاينش الدواء. يعني سبيطار دابا ولا ثالث سبيطار كندخل ليه ما كيعطيونيش الدواء، ماشي غير انا، الناس كلهم، قال مواطن اي مواطن. وكاين اللي ما عندوش مسكين دابا حاليا عنده 20 درهم مثلا ولا عنده 30 درهم مثلا، وراكم عارفين كورونا بنادم مقصح ما عندوش، فهمتي؟ انا كون عطوني اي شي حاجه بسيطه نقدر نكمل من عندي، هاد الناس ما عطوني حتى شي حاجه. اذا بنعرف انا هاد الناس هادو باش خدامين؟ واش عيب السيلو الرام ديال الناس كيتخلصوا سبعات العيالات ولا مع الثمانيات الموظفين تما خدامين؟ باش خدامين هاد الناس كيتخلصوا بالصالير وما كيديروا والو؟ بنعرف انا ما كيديروا والو هاد الناس هادو. كتدخل تبغي تقيد تاخذ الدواء ما كيعطيوك حتى شي حاجه، كتدخل كتبغي تدوز ما كيعطيوك حتى شي حاجه. راه حشومه على هاد الناس هادو، حشومه عليهم والله، الله كبير، فهمتي؟ المواطنين كيبغوا يدوزوا مساكن كيدخلوا، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي مراه عندها ولادها بغات تجلب بغات دير اي حاجه اللي هي عندها فيها المصلحه، ما كيساعدوهاش. وبغينا الناس المسؤولين يتعاونوا معنا ويحطوا لنا الدواء ويحطوا لنا شي حاجه اللي هي نقدروا نستافدوا منها ويستافد منها الجميع. الله يرحم الوالدين. كندخلوا كنبغيو الدواء ما كيعطيوناش الدواء هاد الناس هادو، ما عرفتش علاش انا الناس ما كيبغوش يعطيونا الدواء. باش من صفه خدامين هما هاد الناس عيب السيلو، الدواء ما كاينش. وباش فكينا هاد السبيطار هذا؟ يسدوه يسدوه احسن. علاش كيتخلصوا هاد الناس هادو؟ علاش؟ ما نعرف انا علاش كيتخلصوا هاد الناس هادو؟ مني السبيطار ما فيه لا دواء لا والو، هاد الناس باش كيتخلصوا؟ علاش؟ علاش كيتخلصوا هاد الناس هادو؟ كيمشي بنادم كيبغي شي حاجه بسيطه ما كيعطيوهاش ليه، والناس ما عندهاش حاليا، كاين اللي ما عندوش اصلا. انا مثلا عندي شي شويه، وكاين اللي ما عندوش مثلا 20 درهم جيبو ما عندوش، باش غادي يقدر يساعد الحظ ديالو؟ باش غيقدر الله يرحم الوالدين ويديروا لنا شي حل، ديروا لنا شي حل مع هاد الناس هادو.